الواحد ربك هو الواحد، اتنين يا الحسن يا الحسين، تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد برجو، فيديو جديد، اول فيديو السنة الجديدة، يا رب السنة دي نحقق فيها اهدافنا وبطل اشرب شاي كل فيديو. صباح الفل. السنة اللي فاتت وصلنا لحاجة كويسة جدا، رقم محترم على اليوتيوب، السنة الوحيدة في تاريخي على اليوتيوب اللي انا استمريت فيها سنة كاملة، يعني ما غبتش اسبوعين على بعض. اهم حاجة بشكركم جدا على الدعم اللي احنا استمرنا فيه، وبجد بشكركم. ثلاث سنين دعم، واقفين في ظهري، يعني واقفين في ظهري برضو بتساعدوني، فاهم؟ مش في ظهري، يعني انا بحبكم جدا. ثلاث سنين حاجة جامدة فشخ ان انا استمر ثلاث سنين على اليوتيوب، وانا من الناس اللي بصراحة ايه بمل بالحاجات بسرعة. الناس الظريفة اللي بتكتب في الكومنتس برجو، هو انت بتشرب شاي عشان معكش فلوس تجيب نسكافيه؟ مش معنى ان انا مش عارف اجيب تكييف ان انا فقير، اوكي؟ ما تنساش بقى بمناسبة السنة الجديدة دي تنزل تحس كده على دمك وتدوس لايك بمناخيرك الجميلة دي المقطقطة. عايز اشوف كومنتاتكم، عايزين اهدافكم ايه في 2020. وقبل اي حاجة انا نسيت اقول لكم ان ده المرش بتاع هارد ويف بولي دانك، نزلته السنة الجديدة بناء على الطلب بتاعكم من 2019، وانتوا عايزينه ينزل تقدر تطلبوا الابيض والاسود، هتلاقوا لينك الستور اللي بيبيع المرش تحت في الديسكريبشن. طيب الفيديو بتاعنا هو ان احنا نخش على موقع اومي تي في. طبعا انا عارف ان انا اخر يوتيوبر اعمل الموضوع ده، ولو انت ما شفتش حد عمل الموضوع ده فاعتبرني ان انا اول حد اعمله، يعني ناس عشوائيه كده هقابلهم، يمكن يعرفوني يمكن لا، يمكن كله ما يعرفنيش، ممكن كله يعرفني، وهبدا راضي بقى في خلق الله. ما شاء الله الكواليتي في الكاميرا بتاعت اللاب، يعني يا نهار اسود، الا حاسبه بتصور والله. السلام عليكم، يعني انتوا شايفين الفرق؟ انتوا شايفين اللي بيحصل؟ الا حاسبه حرفيا. انا عامه هعمل سويتش ما بين الكاميرا دي والكاميرا اللي انا بصور بيها كل فيديوهاتي. اي ام ميل فيميل كابل، ايه ده؟ المفروض يحطوا مهندس مدني بدل كابل. انت يوتيوبر اصلا؟ لا يا اسطى، عندك المايك بتاع اليوتيوبرز. طب استنى اوريك حاجه. سوري، بقول لك ايه، شاري ايه ده؟ اسم القناه بتاعتك يا عم لك. بس انا اول حد، يعني اول مره حد يقول لي ان انا عرفتك انك يوتيوبر عشان مايك. لا هو بيكون كده المايك. طب بقول لك ايه، لو كان في تكييف محطوط هنا مثلا كده كان هيبان عليا ان انا يوتيوبر. طلع لنا. انت لابس الكمامه عشان روشنه ولا كورونا؟ ايه؟ لابس الكمامه عشان روشنه ولا كورونا ولا؟ لا عشان انا عيان. ايه يا اسطى؟ اتكلم الراجل ده. اتكلم. انت يوتيوبر ولا مذيع؟ طب معلش بس، انت عرفت منين ان انا يوتيوبر؟ عشان مايك صح؟ انت مشترك في القناه عندك. انت عارفه؟ انت مشترك في القناه عندي؟ اه. طب انا اسمي ايه؟ مش يوتيوبر. بتقول ايه؟ انا اسمي ايه؟ انا مش بتابع يوتيوبر مصريين. هات ثانيه حمزه بس. بس الصراحه انا عشان لقيت لك الميكروفون والاقي لك فولت عليك يوتيوبر. ما انا بس اي حد بنضاره قمر يبقى يوتيوبر. يا لهوي. لا لا انا اقول لك، انا اقول لك، شايف نظارتك دي؟ اه. ظاهر فيها الرينج لايت اللي قدامك يا ابني. الايه الرينج لايت؟ فهو ايه الرينج لايت؟ يعني انت مش هتكون مش هتعرف اصلا. ما كل اللي بيجيب رينج لايت يا اما بيبقى ميك اب ارتستور، يا اما بيبقى يوتيوبر، يا اما تيك توكر عادي، يا اما لا يابا حد الله بيني وبين بتوع التيك توك دول، ناس شمال. مش عارفش، عارف شريف خالد ابن مصر؟ قول له ابن مصر. عارف شريف خالد؟ شريف خالد الواد اللي هو بشعره بيقعد يعمل كده ده؟ ده ابن اختي. ابن اخته؟ ايوه. بص ده قد ايه وشريف خالد ايه ده؟ ده ما خدش باله ان انا بتريق عليه. انت ايه ده؟ انت بتبوسني عشان انت عارفني ولا عشان انت عارفني؟ ايه ده؟ الواد قفل في وشي. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. بس الصوت بس مش سامعك. الصوت. لا يا اسطى، انت بتغفلني وبتحرك شفايفك ومفيش صوت. الله، ايه ده؟ ازيك عامل ايه؟ ايه الحمد لله. عامل ايه يا ولد؟ الحمد لله والله. بس انا شفتك بجد والله. انت كنت متخيل ان انا ممكن اجي لك في البرنامج هنا؟ لا. طب يا عم انا جيت لك. ها يا اسطى، هو انا. انت معايا ولا انت في بلد تانية ولا؟ والله معاك، بس انا مش صدق والله ان انا عمري حبيبي والله ربنا يخليك. بس انا والله ما صدقت ان انا الاقيك على البرنامج.
يا اسطى حبيبي والله مش انت احرقتني. ايه ده؟ قلة الادب دي؟ ده كله بيقفل في وش كده عادي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. انا عارفك، انا انت يوتيوبر صح؟ اه انا يوتيوبر. انا بحب قناتك جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا عارفك. عارفني ازاي؟ هقول لك، انت بتعمل بيبي في الشارع اللي هو شارع 9 المعادي. يا عم بقى انت تروشنش. يا عم ما بتروشنش، انا شفتك شفتك واقول لصاحب المحل فخلي بالك. انت ما تروشنش. انت هتاكلني. انا افتكرتك عارفني بجد يا ابني. ما انا شفتك وانت انت امال مين اللي كان بيطرطر عند شارع 9 قدام ان تو لاب؟ يا عم مش انا بتاع. مش انت ازاي؟ ده انا داخل البرنامج ده ادور عليك، عايز اعرض عليك ديل بجد. تشتري البتاع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ طب انا اشيل وشي بقى. ايه يا اسطى ازيك؟ عامل ايه؟ هو ايه؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ اسمك ايه؟ وحياة امك اسمك ايه؟ يا اسطى ايه ده، انت انبهرت بجد؟ ده انا بفكر ابيعه. طب بقول لك ايه، عندك تكييف في البيت؟ عندك بجد تكييف في البيت؟ انت ايه يا اسطى؟ طب ايه ده بس؟ والنبي هفهمك. بص ايه ده، انت عندك تكييف؟ اه. طيب انا هعمل معاك ديل بجد، انت هتاخد ده وتديني التكييف. انا مش انا عايز اعرف اسم قناتك بس. طب اكتب برجو اهو. خد يا نهار اسود، استنى اهو برجو، اكتب اللي انا بعته لك. الواد انبهر بالدرع وما انبهرش بالابيض اللي انا لابسه. ده انت مشهور يا انت بتلعب بابجي؟ طيب بتعمل ايه؟ انا والله ما بعمل حاجة، انا بطلع اكل عيش على قفا الناس. الو كورونا. الو ايه يا صاحبي؟ ايه ده الواد خاف. الواد خاف بجد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي كورونا. انا في جسمي كورونا. بس كده احسن، بس خليها مترين. انا عايز احاول اجيب. ايه ده بجد؟ تيوب؟ لا انا شفتك قبل كده. انا في ناس عرفتني من المايك. يما يو واتساب برو. واتساب برو. واتساب برو، ماي نيم از احمد سعيد. واتس يور نيم برو؟ احمد سعيد. يا احمد سعيد. احمد سعيد. اوكي احمد. انا بتكلم زي المغاربه. كان يو سينج ا سونج؟ يا برو كان يو بلاي بي بوكس؟ Yeah, I can. Okay, oh let's God. Go. Let's then go. You gave me just a little bit of luck, Joe, baby. So yeah. Talk from the north, from the Canada. Yeah. كمل. يا دي. انت يوتيوبر ولا ايه؟ هو ليه لما بقلع الكمامة الناس بتقول لي انها يوتيوبر وهم مش عارفيني؟ طب انت عرفت انها يوتيوبر ازاي بقى؟ انت كده شكلك كده يوتيوبر. تحس كده في كده في كده في حته الواد تشوفه كده تقول بس ده يوتيوبر. وبص الرينج لايت اللي باين في النضاره. خدت بالي. بقول لك ايه، عندك تكييف في البيت؟ لا يا استنى. يا دين امي. ايوه ده السقف ما فيهوش لمبه. طب امال النور ده جاي منين؟ نور ربنا. نور ربنا يا اسطى. نورك يا اسطى، شايف انت جاي من عندك. نوري اصلا لابس ابيض فابيض فاهم. في كليك كده يا اسطى، انا حاسس فيا برجو. تشوف كده الواد فاهم جاي لك في. انت منين؟ بتتابع يوتيوبرز؟ ايوه يوتيوبر انا. انت يوتيوب؟ طب تعرف مين من اليوتيوب؟ اعرف حاجات كتير، اعرف مان واعرف محمد عايش وعارف اسمه الله صلى على النبي. تعرف برجو؟ برجو ايوه عارف. وريني. دقيقة واحد. رايا. ده برجو فعلا. يا لهوي ده هو برجو. انا اروح اكلم برجو انا. يا ناقصه.
الواد بيشتغلني. اه اعرف برجو. امال انا مين يا ابني؟ ايه خير تعتبر يا اسطى؟ والنبي عرفت ازاي بالله عليك؟ ايه الميكروفون يعني؟ يا دين امي على الميكروفون يا اسطى. طب بقول لك انت إيه؟ انت شفت الخلقه دي قبل كده؟ هي بتضحك ايه يا اسطى؟ انا وشي بيقول لك نكت ولا ايه؟ تحترم نفسك. ايه ايه بجد مكتوب ايه هنا وانا مش شايف يا ايه؟ اسم الغلط اسم الغلط المضحكاتي اسم المضحكاتي. بص بقى اشحن لي بابجي بقى بلاي ستيشن. حاضر ابعت لي رقمك هشحن لك. ماشي يلا اكتب رقمك عشان اكلمك ابعته لك. ايه احلف بالله يا باشا ابعت. انت مش مصدق؟ اكتب اهو يلا انا مستنيك. والله تبعته لي؟ ايوه اكتب رقمك انجز البتاع هيقفل. طيب حطمت طموحات الواحد. ايه ده؟ ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. اوعى تكون خايف منك من عندي كورونا. لا انت بص هفهمك، هي الفكره كلها بتبدا انت بركو اديني ايه الفكرة يا عم؟ هو انا محمد رمضان بس انا مخبي عليك بصراحة. لو الكراش بتشوفك دلوقتي وبتشوفنا كده مفيش كراش. طب لو الاكس مثلا بتشوفك ولا مفيش اكس؟ اه. طب يعني فتاتك المستقبلية تحب مفيش؟ ايه يا اسطى؟ يعني ايه مواصفات فتاة احلامك؟ ما تموت يا اسطى. ماشي ما عنديش مانع. يخرب بيه انت على الله كده يا عيني فاقد الشيء في كل حاجه. مهند انت لو بتشوفني احنا بنحبك. هاشتاج يا جماعه احنا بنحبك يا مهند. مش ده العبد لله اضعف خلقه؟ اه هو. اه بتصور انت ايه؟ معاك 10 جنيه؟ ازاي؟ ما اختاروا. طب انت اسمك ايه؟ مالكش دعوه يا اسطى. انت داخل فيها شمال كده ليه؟ مزاجي. مزاجك ايه يا اسطى؟ وانا كلمتك ولا جيت دوستلك على طرف؟ السلسله اللي معاك دي بكام؟ دي ب 10,000 دولار. بقولك ايه، انت بتصور؟ مالكش دعوه. دي كلاحة وربنا. بص ايه بقى، انت جضان مني ولا حاجة؟ بص قولي قولي. طب اسم القناة كده بالحب. ما انت بتحلو عليا. لا انا حلو براحتي على فكرة يا باشا. مش قايل لك اسم القناة؟ اه شايف ده يا اسطى؟ ده برجل يا اسطى. وما تقولش هحطه بقى بالحاجات اللي ادمت خلاص. قول حاجة غيرها. انت جضان من الحياة غالبا فاهم، ومش عاجبك حاجة. فانت في تانية اعدادي او تالتة؟ ومش لاقي بنت تتعرف عليها؟ خلي بالك برضه انا معايا. انت عندك مروحة وراك، انا عندي تكييف. اصحى للكلام. انت عندك تكييف؟ طب بقول لك ايه، بص انا ابعت لك ده تمام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استنى مشهور. اشحن لي السيزون في بابجي. يا باشا ابعت لي رقمك دلوقتي اهو. يلا تعالى. لقطه. ده انا لقطه فعلا يا عيني. حطمت احلام. حطمت احلامه برضو. اصل احنا اسكندرانيه فما عندناش كلمه يا اسطى دي، بنسمعوها من بنسمعوها يا باشا. نجيلكوا اسكندريه ونركب المشروع وناكل فلافل. شوف انت عايز ايه، ونطلع على الامه. الامه ايوه حلوه. ايوه وناكله من كبده الفلاح وجلاتي عزه. طلع عنا يا باشا. يا باشا انا اسكندراني. انت راجل مية حبيبي يا اخويا. انت عرفت منين بس ان انا يوتيوبر قبل اي حاجه؟ لا عشان المايك ده. يا دي ام المايك. ماشي يا صاحبي
ايش اسمك؟ انا ايه بقى عشان اسمها؟ اسمها بيرجو. ده بيبيع فيها ايه دي؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ هو في اللي حصل؟ الناس مالها؟ تلمس تلمس. يا اسطى. ايه يا اسطى؟ انت مشهور يا اسطى؟ اسطى انت مشهور صح؟ قول والله. طب عرفت منين؟ من مايك؟ اه ولا استوديو يا اسطى. انت بتصور يا اسطى؟ انا عايز ارمي ام المايك كده. نكون وصلنا لاخر الفيديو. فكرة كانت جميلة جدا، كنت عايز اجربها من زمان، وشكرا لكل الناس اللي طلعت معايا هنا. لو عايزين من السلسلة دي جزء تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتس. انا عارف ان انا اخر يوتيوبر اعمل الحوار ده فعلا. وبس، اشوفكم فيديو جديد سنة جديدة. يعني انت طلعت مشهور اكتر مني، يعني دي حاجة غريبة والله.